اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، يسعد صباحكم لكل مين انضم لنا بمشوارنا الصباحي بصباحك مسك. ساعتنا الثانيه ابتدت ونحن مثل ما خبرناكم بالمقدمه بضيفتنا وفقرتنا اليوم ضيفه مميزه وموضوع مهم للغايه، موضوع ومشروع السلام، مشروع سلام رح نتحدث عنه اكثر ونعرف تفاصيل هذا المشروع على ماذا يقوم وما هي اهدافه اهميته ما هي فلسفه هذا المشروع ومنهجيته، رح نتعرف اكثر وبسرنا نستقبل اليوم ضيفتنا الاستاذه ياسمين يوسف مؤسسه ومطوره المحتوى لمشروع سلام. يسعد لي صباحك استاذه ياسمين. اهلا بيكي وصباحكم مسك. الله يسلمك يا رب، صباحك يا رب معطر بروائح الورد والفل والعنبر. الله يسعد اوقاتك. استاذه ياسمين، بالفعل نحن حابين نعرف مشروع سلام، ما هو هذا المشروع؟ لماذا هذه التسمية لكلمة سلام وبهذا المسمى؟ نعرف أكثر من حضرتك عن هالتفاصيل. جميل جدا، اولا طبعا بحب اشكركم على استضافتي واشكر السادة المتابعين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاسم يوحي بالمحتوى للمشروع، فكلمة السلام احنا طبعا ممكن تتبادر الى الاذهان ان هي السلام ضد الحرب، فبس هو السلام النفسي والتوازن وهو التصالح بقى مع النفس، بدل ما يكون في حالة من الحرب الداخلية والحرب الخارجية مع العالم الخارجي ايضا، فهو سلام مشروع للصحة النفسية متكامل باذن الله، بناء هوية، بنبدأ مع الإنسان من البداية يفهم الحياة، يفهم نفسه، يصنع نفسه. أنا مش بحب قوي مصطلح أفهم نفسي لأن إحنا مسؤولين عن صناعة أنفسنا. فهو مشروع برنامج للصحة النفسية مبني على العلوم الإنسانية وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، ويمكن برضو عشان كده جاي من اسم الله السلام، مسمى اسم سلام، توازن، صحة نفسية، تكامل، بناء هوية. رائع رائع هذا الكلام. إذا نحن أمام مشروع يهتم بالجانب النفسي لكل شخص فينا، لأرواحنا إذا فينا نحكي، ممكن يكون يلامس أرواحنا وصحة هذه الروح لحتى تكون قادرة على المثابرة والاستمرار في هذه الحياة المليئة صراحة بالضغوطات والمتاعب. إذا بدنا نرجع شوي لبدايات هذا المشروع، كيف بدأت هذه فكرة مشروع سلام؟ متى كانت الانطلاقة؟ يعني كم عمر هذا المشروع؟ تمام، هو أنا حابة أن أنا أتكلم طبعا عن البداية من كفكرة أولا، وبعد كده الهيكلة والبداية الفعلية. فأنت قلتي حاجة جميلة جدا، أن هي أن إحنا بنتعامل مع الروح مع النفس الإنسانية، خلينا نقول النفس كأدق، وإحنا ما فيش يعني مشروع سلام بيدرس ما لا يدرس في أي مكان آخر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا وانا وكل ومعظم الناس، اذا ما كانش كل الناس، سواء في الاسره او في المدرسه او حتى من خلال الخطاب الديني باستثناء بعض الناس اللي هي فعلا مركزه على بناء الهويه والشخصيه وكده، هل انت اتعلمتي اداره فهم واداره مشاعرك؟ هل اتعلمتي بناء مهارات الذكاء العاطفي اللي هي مهمه جدا لنجاحك في الحياه؟ هل اتعلمنا في المدارس ازاي نحدد اهدافنا ونفهم احنا ايه هدفنا من هذه الحياه والمعنى خلفها؟ اشياء لا تدرس في اي مكان فعلا. جميل. لان احنا دلوقتي عندنا جانبين، الجانب اللي هو الناس كلها بتركز عليه وهو الجانب المهاراتي، ازاي انجح في ان انا ادخل الجامعه وانجح في الجامعه وانجح في الشركه والمصنع العملي يعني اكتر المهارات، المهارات اللي هي عايزه اتعلم تقنيه، عايزه اتعلم مهارات العمل، التسويق، السوشيال ميديا و فالناس بتتخيل انا كده ببني نفسي، وده كويس، بس في خط موازي اهم بكتير جدا وهو البني ادم اللي بيعمل كل الاشياء دي. بالضبط فعلا. ازاي نبدا معاه من البدايه ان انت تبقى فاهم مشاعرك، فاهم احنا يعني احدث برنامج بنعمله دلوقتي هو برنامج عالمي، عالمي الداخلي وعالمي الخارجي، وازاي يبقى في تصالح في العالم الداخلي. التسمية هي عالمي يعني البرنامج. البرنامج تحت مظلة سلام، نعم، احد البرامج التدريبية. فالعالم الداخلي ده اللي هو بيشتمل على مشاعري، افكاري، قناعاتي، منظومة القيم والقناعات عندي، مهارة الذكاء العاطفي، الاهداف، العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبالنفس، وبعدين العالم الخارجي، علاقتي بالاخرين وانعكاس وفهمي للحياة وعمل توقعات منطقية عن الحياة وواقعية.
بدلا من ان الواحد يبقى طالع متخيل ان الحياه بشكل معين فلما يصدم بالعكس فينهار ويكتئب ويقع في دائره المرض النفسي. فالفكره كانت الحقيقه من جاءت من عمل تطوعي، لان العمل التطوعي خصوصا على حسب المجالات اللي بتتطوعي فيها، يعني مثلا مجالات حقوق الانسان، مجالات تخفيف حده الفقر، مجالات مكافحه التطرف الفكري والارهاب، المجالات دي بتخليكي تشوفي أسوأ ما يمكن أن تتعرض له النفس الإنسانية. وبتلاقي نفسك متعرضة للإحصائيات الخاصة بإحصائيات الاكتئاب في العالم، الانتحار، المرض النفسي، العنف والجريمة، عدد الناس في السجون وغيرها من المشكلات. فأنا كنت دايما مبهورة بفكرة البرامج اللي هي تطوير الذات، واللي هي الهيومن ديفلوبمنت أو بيسموها التنمية البشرية، لما تكون مبنية على منهجية سليمة. بس كانت دايما عندي إشكالية إن هي بتمركز الإنسان حوالين نفسه قوي، ما فيهاش الجانب الإيماني، فيها مغالطات أحيانا ومش مبنية على منهجية قوية. ففي النهاية جت الفكرة إن أنا عايزة أصمم البرنامج ده اللي هو بيستفيد من العلوم الإنسانية، الأشياء أو النظريات اللي هي فعلا يمكن الاعتماد عليها ولا تتعارض مع الإيمان، لكن أكيد لازم ندخل العنصر الإيماني أيضا فيها. إذن مشروع سلام بمنهجيته وفلسفته قائم على التشبيك بين ما هو جانب إيماني وأيضا الجانب المهاراتي وأيضا المتعلق بالتفاصيل، كيفية نقل مواهب ومهارات الشخص من الناحية الفعلية، يعني طبعا حتى يقدر يندمج بسوق العمل وهو مكتمل من النواحي، يعني أخذين إنسان مكتمل من الجوانب اللي بالفعل هي الأمور العملية وأيضا الأمور الذاتية النفسية. طيب أستاذة ياسمين، المزج بين ما هو علم إنساني بحت وبين العلوم الإيمانية أو الإيمان بأسماء آياته، كيف يتم هذا العمل في مشروع سلام؟ هي الحقيقة سؤال مهم جدا، لأن دايما الناس متخيلة أن في تعارض ما بين العلم وبين الدين، وخصوصا أن احنا بين فريقين، فريق يقول ان انا مؤمن بالعلم وما يثبته العلم فقط ومش عايز اي غيبيات، وفريق اخر يقول لا احنا عندنا في الدين كل شيء ومش محتاجين العلوم وبينصف احيانا حتى يعني بينصف الجانب العلوم الانسانيه، يعني تمام صحيح في هدول الفرق بالفعل صحيح. فيقول فتيجي مثلا تتكلمي عن نظريه معينه لعالم معين او باحث معين، فيقول لك لا احنا عندنا الحديث الفلاني والايه الفلانيه. وطبعا رائع، انا متاكده ان الايمان والدين والله سبحانه وتعالى بعت لنا كل شيء نحتاجه لوجودنا الوجداني والمادي. تمام. لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة في أن لو تعاملنا مع العلوم الإنسانية زي العلوم التجريبية، من ناحية أن العالم في العلم التجريبي اللي اكتشف الجاذبية هو لم يخترع الجاذبية، هو قدر يوصف حاجة الله سبحانه وتعالى خلقها بالضبط. وكذلك الكيمياء والأحياء وغيرها، هم بيوصفوا يعني شغلهم أن هم يفسروا الظواهر المادية اللي قدامنا. نعم صحيح. العالم النفسي أو المختص أو الباحث شغلته نفس الحكاية، هو يدرس هذه النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى خلقها. ففي النهاية أي شيء يتوصله هو ما اخترعوش، وهو لم طبعا إذا توصل النتائج الصحيحة، وهي دي الإشكالية إن دايما لازم نربطها بالدين عشان نتأكد إن هي دي الشيء الصحيح. نعم. فهو في النهاية ده قمة التثبيت للإيمان، إن أنا النفس الإنسانية دي حد بيديني نظارة إن أنا أقدر أبص عليها بشكل جيد، زي ما قدرنا نبص للكون كمادة بشكل أعمق ونقدر نستخلص منه أشياء أكتر. نعم. فأنا مش شايفة تعارض أبداً. بالعكس، يعني الدمج ده المفروض يكون موجود، والاستفادة من العلوم الإنسانية فيما لا يتعارض مع الدين فكرة أنا شايفاها بديهية جداً. رائع. طيب أستاذة ياسمين، بالفعل هلأ مثلاً إذا بدنا نأخذ وجهات نظر ممكن أشخاص اللي عم يسمعونا ويطرح ببالهم هذا السؤال، نحن عم نقول علوم إنسانية، العلوم الإنسانية إحنا بنعرف إنه في عنا شخصيات دائما وأفكار دائما مختلفة، ممكن هاي الأطباع لا تنطبق على أطباع شخص ثاني، وبالتالي لا يمكن تعميم مثل ما بيتم التعميم بالعلوم التجريبية أو العلوم المادية إذا فينا نحكي. كيف فينا نوصل لهي المعادلة بأنه نحن نقدر نعمم النتائج المتعلقة بالعلوم الإنسانية ودمجها في مشروع بالفعل يكون عنده قوام ثابت، يعني أسس ثابتة مثل أي علوم أخرى؟ تمام. طبعا هو علشان كده اللي بيبحث في العلوم الإنسانية أو بيدرسها لازم يكون عنده مرجعية معينة.
وهي جميل. دي هو ده المهم. انا لو دخلت على العلوم عموما من غير المرجعيه الايمانيه هتخبط جدا، لان العلوم دي على طول بتطور نفسها على حسب السقف المعرفي وعلى حسب ادوات البحث ومنهجيات البحث وغيرها. فعندك مثلا حتى في الحاجات اللي هي العضويه اللي هي ليها علاقه بالنفس، يعني مثلا المخ والاعصاب، في دكتوره ليها في جامعه في كندا، جامعة بريتش كولومبيا، هي اسمها الدكتورة لارا بويد، هي متخصصة في المخ والأعصاب. وبتقول إن افتتحت أحد أهم الحديث بتاعتها على منصة تاد بإن هي بتقول إن كل اللي كنا اعتقدنا إن احنا نعرفه عن المخ اتضح ان هو يا اما غير صحيح يا اما غير دقيق. خطير هذا الكلام، طبعا تصريح خطير، خطير جدا، بس ده طبيعي للعلوم ولازم نفهم ده، وده جمال العلم ان العلم متحرك متطور. مع وبيبحث، مش بيجي يمسك فكره ويؤمن بيها وخلاص لا تنتهي او غير قابله للتحليل. بالظبط، غير قابله للتحليل او للتغيير او غيره. فبتدي مثال على ده، ان احنا كنا نعتقد مثلا زمان ان المخ لا يتغير كشكل وكهيكله بعد سن معين، لكن بعد اكتشاف الآلات زي الفانكشنينج ام ار اي اللي هي اشعه الرنين المغناطيسي والوظيفيه اللي هي بتخليكي تشوفي المخ، تربطي الدماغ وتشوفي المخ وهو بيشتغل قبل حدث وبعد حدث، لقيوا ان المخ في اللي هي بيسمى المرونه العصبيه نيوروبلاستيسيتي، اللي هي بتقول لك ان انت دلوقتي وانت قاعده معايا مخك بعد ما تقعدي معايا بشكله بيختلف، والكيميكلز اللي فيه بتختلف. سبحان الله، معظم الكلام ومرن جدا، وده اللي بيخلينا نتعلم. نعم. التعلم او فقد التعلم دي كلها مرونه عصبيه. فلازم احنا واحنا بندرس العلوم لازم يبقى عندنا اولا الفكره دي والفهم ده، ان احنا عندنا التواضع ان احنا نتعامل معاه كنظريات وافتراضات بتحاول تفسر الظواهر. جميل. وعلشان كده المرجعيه مهمه. فدلوقتي انا لما بعتمد على علم النفس ايجابي مثلا او مجال دراسه الذكاء العاطفي، تمام، انا باخد منها اللي هي الحد الامن اللي هو شكله منطقي، بالنسبه منطقي ولا يتعارض مع الدين، بالعكس في حاجات تدعوه اسس فينا نحكي، يعني هنا الاسس يعني مثلا في نظريات تفسر المشاعر الانسانيه. نعم. وتقول لك مثلا ان كل شعور بتقف وراءه قناعه وفكره، فانت لو عايزه تديري مثلا في طفل غاضب او بيضرب او بيكسر، بدل ما تتكلمي على مستوى السلوك ما تكسرش ما تضربش، لا افهمي ان ده جاي من شعور اللي هو شعور الغضب. فالغضب ده طيب جاي منين؟ جاي من قناعه. قد تكون قناعه، القناعه دي لشعور الغضب الثابت او المعروف. نعم. ان هي قناعه انتهاك حق من حقوقي فاشعر بالغضب. فدلوقتي كل شعور، كل سلوك عدواني يظهر فيه الغضب بفسره على ان هو غضب. نعم. وابدا اشوف ايه القناعات اللي ادت لي، فاقدر اتفاوض على القناعات وبالتالي شعور الغضب يهدأ او يتم التعامل معه وادارته والسلوك يختلف من غير ما اقعد اكلمه بس على السلوك او توبيخ. نعم. بالظبط، احنا ما بنبقاش فاهمين، فانا عاقبه زي ما انت عايز او حاول حتى تكافئه زي ما انت عايز، طالما عنده شعور غضب لقناعه معينه. لا، لازم تتعامل مع القناعه دي والقناعه دي تتصلح قبل ما شعوره يختلف وبالتالي سلوكه يختلف. فاشياء زي دي انا شايفه ان هي الحد الامن اللي انا بقدر اتعامل معاه. وفي اشياء تانية انا ما اقتنعتش بيها او حسيت ان هي لا لسه هتتطور اكتر مع الدراسات والابحاث، وفي حاجات بلاقي اختلاف حتى في الوسط البحثي نفسه. تماما، من الباحثين. بالظبط، من الباحثين. فببقى عارفه ان انا لا، مش هي دي اللي هقدر اخد مرجعيتي منها وهكذا. لكن في النهايه ما دام في المرجعيه الدينيه اللي هي السقف بقى عندي، بقدر ان شاء الله اختار الحاجات المنهجيات المناسبه. جميل جدا. هلا نحن صار في عنا رؤيه واضحه عن كيفيه، حتى يعني كيف فينا التفاصيل اللي لها علاقه باداره نفوسنا بحيث انه نحن نقدر نساعد الاخرين بنفس الوقت، يعني هدول المعايير اللي كنت عم تحكيهم فيما يتعلق بالقناعات والسلوك. طيب هلا اذا بدنا نرجع لمشروع سلام، كثير من الاشخاص اللي عم يسمعونا وحابين يلتحقوا ببرامج اللي بيوفرها مشروع سلام، نذكر اهم هذه البرامج الموفره لدى مشروع سلام وكيف يمكن للاشخاص التقديم على هذه المشاريع وهذه الدورات الالتحاق فيها. طيب جميل جدا، واحنا بنرحب باي حد حابب يستفيد من المحتوى او يتعاون معنا في مجال انتاجه هو لمحتوى خاص بيه. جميل. لان سلام مطلوب منه في النهايه ان هو يكون زي قاموس او مرجع او ماده بيعتمد عليها اي حد بيعد محتوى تربوي او اعلامي او تعليمي او غيره. فاحنا الحمد لله هو مشروع غير ربحي، وفي
80% تقريبا من المحتوى ممكن الناس تستفيد منه. ان احنا يعني ممكن حتى نديلكم الموقع ان شاء الله سلام 4 رقم 4all.com. لو دخلوا على الموقع هيلاقوا اولا في مجموعه كبيره من المدونات. جميل. في قسم دي فيها فلسفه كتير للمشروع او للصحه النفسيه. هيلاقوا قسم للاسماء الحسنى اللي هي احنا بنعتمد عليها في استخلاص القيم والمهارات والسلوكيات الخاصه ببناء مهاره الذكاء العاطفي وتحسين نمط حياه كل فرد. ففي قسم كامل ممكن يدرسوا على الموقع مجانا. جميل. الموقع في الفوتر تحت هيلاقوا روابط لصفحه الفيسبوك وقناه اليوتيوب. عليهم برضو محتوى كبير جدا في الفيسبوك مرتب بهاشتاجز ممكن يدرسوا منها مهارات معينه. وعلى قناه اليوتيوب ايضا في محاضرات مسجله كتير. وعلى صفحه الفيسبوك برضو كان في اكتر من لايف مسجل. وفي برامج تلفزيونيه, في برنامج للدكتور طارق السويدان اسمه نور وكافينا. جميل. موجود على اليوتيوب فممكن برضو يتفرجوا عليهم, مبني على منهجية سلام. فدي الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها بشكل كامل بشكل مجاني. في طبعا بقى الكتب الخاصة بالمشروع, ودي مع دار الإبداع الفكري للنشر. فدي ليها تكلفة, ولكن في الكتب الورقية وفي الكتب الإلكترونية. إذا قاموا بتحميل التطبيق من الموقع برضو هيلاقوا هم 11 كتاب, في واحد منهم برضو مفتوح مجانا فممكن يقرؤوه. الكتب عم تكون حول أي محتوى؟ هي الكتب هي الفلسفة بتاعة المشروع اللي هي العجينة اللي بيطلع بقى منها برنامج تدريبي ويطلع منها برنامج تلفزيوني ويطلع منها قصص أطفال وغيره. ولو إن طبعا إحنا أضفنا كتير للمحتوى ده ففي كتاب جديد هيظهر قريبا إن شاء جميل. الله أو مرة نقول الكلام هي حصريا الخبر صحيح. وفي دورة كمان جديدة إن شاء الله تصدر قريبا. ففي حاجات إلكترونية ممكن يستفيدوا منها. وإذا تابعوا معنا صفحة سلام هنقدروا يعرفوا عن الدورات الحضورية وإزاي يسجلوا فيها إن شاء الله. ممتاز ما شاء الله, جميل للغاية. طيب أستاذة ياسمين, كونه إحنا تحدثنا في البداية عن برنامج عالمي, لو نتعمق أكثر في هذا البرنامج ونتحدث عنه, أنا بصراحة بشاهد العديد من المنشورات اللي حضرتك بتنزليها وبستمتع أحياناً بالقصص اللي بتكون مروية في هذا البرنامج, لأنه هي كأنه بتسلط الضوء على قصص نجاح لأشخاص أو حتى مواضيع خاصة يعني إنسانية. نتحدث عن هذا البرنامج أكثر. جميل. هو برنامج عالمي بمنتهى البساطة زي ما وضحت, هو العالم الداخلي والعالم الخارجي. إن أنا أكون إزاي في النهاية بعد ما أمر بالخمسين ساعة التدريبية لهذا البرنامج أطلع فعلا عندي تصور عن اللي هو شعارنا أفضل نسخة من نفسي ممكن يكون شكلها إيه. جميل. إحنا كتير لما بنقدم نفسنا, لما باجي مثلا لو قابلتك لأول مرة أو قابلت شخص لأول مرة لما بنقول له عرف نفسك, في الغالب بيقول لي الحاجات اللي بيعملها, ما بيحكيليش عن نفسه هو مين. فيقول لي أنا درست في كذا, أنا من بلد كذا, أنا بتكلم كذا لغة, العموميات اللي هي الأشياء اللي أنا بعملها. طيب أنت مين في غياب كل ده؟ أنت مين لو سبت بلدك اللي أنت بتقول أنا جنسيتي كذا؟ أنت مين لو فقدت شغلك لأي سبب زي ما حصل مع ناس كتيرة في الكورونا؟ انت مين لو ابتعدت عن احبابك اللي انت لان هويتك مرتبطة بيهم؟ في النهاية اللي هيتبقى لو شلنا كل العوامل الخارجية دي هي الشخص نفسه, اللي هي انا قيمي ايه, انا قناعاتي ايه. انا لما اجي اوصف شخص لو حبيت اوصفه هوصفه ازاي؟ ان هو بقى انسان خلوق, ان هو كريم, ان هو تحليلي, ان هو اللي هي صفاتك انت كبني ادم ايه. فكتير مننا ما بيبنيش ده, هو بيبقى ماشي في الحياة سلسلة من ردود الفعل, فمش بيبني نفسه عمال بس ومش فاهم الدنيا ومش فاهم أهدافه ومش محددها. حتى ما عنده يعني أنه مثلا أدنى معرفة بأنه لازم هو عن جد يعرف حاله مين. يعني طبعا. دائما أخذته مثل ما قلتي, أخذته الحياة باتجاه أنه الماديات الشغلات العامة, إذا فينا نحكي العملية أكثر. واللي هي أنت بتجري طول حياتك عشان تحققيها. أنت طبعا. أول ما تتولدي المجتمع بيسلمك قائمة أهدافك, يلا ادخلي المدرسة, يلا خلصي ابتدائي المتوسط. أيوة. الثانوي, يلا الجامعة, يلا الشغل, ولازم تترقى, لازم تبقى في وظيفة مرموقة, لازم تعمل فلوس, لازم تجيب بيت, لازم تشتري مش عارف ايه, لازم. فانت حقيقة صحيح. فالناس يعني احنا بنوصل, انا دايما لما بتعامل مع اليافعين تحديدا واقول لهم بصوا انا جايه لكم من المستقبل وهقول لكم شكل الناس اللي في سني وفي اكبر مني واصغر مني حلو شويه الفكرة. ممكن حياتهم يبقى شكلها ايه, انت قاعد زي اللي هو اللي عارفه الفار اللي هو بيلف في صحيح بالعجله العجله تمام. فان انت عمال بس تطارد حاجات انت مش انت اللي حددتها. يعني صحيح. حتى اختيار ما انت ما شاء الله بتتكلمي في الاختيار المجال التخصص طبعًا. والجامعه والكلام ده, بس كتير هم اصلا ماشيين على حسب انا مجموعي كان كام, مش هو عايز ايه فعلًا. او اهلي عايزين
عايزين مني ايه، او توقعات والدي ايه، او ان عايز اهلي يبقوا فخورين بيا، طب انت عايز ايه في الاخر؟ تماما. فبنبدا بقى معاهم خطوه خطوه من فهم كل حاجه من بدايه انت الهويه دي. نبدا نشوف انت، نبني منظومه القناعات والقيم بتاعتك اللي على اساسها تقدر تدير مشاعرك وافكارك، فنتكلم عن فهم واداره المشاعر اللي على اساسها بعد كده بعد ما تعرف او تبني انت مين تبدا تقول طب انا عايز ايه، الواي، لماذا، فانا ايه اهدافي في الحياه، وازاي ارتبها او احددها بطريقه تتوافق مع الصحه النفسيه، مش تدمر الصحه النفسيه زي ما احنا كلنا عمالين نجري وراء اشياء لم نختارها اصلا. فكل ده ومن خلال تعلم مهارات او اكتساب مهارات الذكاء العاطفي، هي دي اللي هتحول لي الفكره الايمان بقناعه وقيمه الى سلوك في النهايه. لان ايه فايده مثلا ان انا اكون مؤمنه بالحق والعدل وانا ما عنديش مهارات الجراه والتاثير والشجاعه اللي هي المهارات الذكاء العاطفي؟ هذا التشبيك بين مهاراتي اللي بقدر تكون عندي وبين المبادئ العامه. عشان الايمان ده في الاخر ان هو احنا كل الفلسفه مبنيه على اسماء الله الحسنى، ف أنا لو مؤمنة بكل هذه القيم من أسماء الله الحسنى وده إيمان، تمام، إزاي يتحول لسلوك وخلق وعمل صالح في النهاية اللي هو الرب؟ ده بيجي بقى من خلال المهارات دي، وإلا هنكون زي ما احنا حاصل دلوقتي، احنا بس عمالين نتكلم على قيم جميلة لكن في الآخر الواقع شيء تاني، ويجي الناس تقولك لو هو الإسلام رائع كده ليه المسلمين مش متقدمين بآخر الدنيا؟ نعم. وعندهم مشاكل وأزمات. صحيح. ليه؟ ما احنا علشان هي كلها أفكار فقط وقيم بنؤمن بيها ولا نفعلها. فإحنا بنسعى لتفعيل كل بني آدم إن هو فعلا يصبح يصنع أفضل نسخة من نفسه ويتصالح في العالم الداخلي، وبالتالي برضو يتصالح في العالم الخارجي ويطبق كل ده بقى في علاقته بالآخرين وتعاملاته. ما شاء الله، يعني بمشروع سلام بالفعل، يعني خلانا نشعر بالسلام ونحن قاعدين معك بهالعشر دقائق. بالفعل ما شاء الله، الله يعطيك ألف عافية أستاذة ياسمين. بالختام أنا حابة بس أسأل سؤال، بوضع وباء كورونا اللهم السلام للجميع والعافية والصحة للجميع، في أي مشاكل عقبات باستمرارية مشروعكم، أو حتى أنه مثلا ممكن كان في عندكم فكرة لتوسيعه أكبر ومثلا عمل فروع ومكاتب ربما، ولا هلأ ضمن النطاق اللي لساتكم؟ هو احنا هو الحقيقه كورونا كانت فرصه ومشكله في نفس الوقت. الفرصه في ان انا قدرت، يعني هو كانت الخطه كان في خطه للانتشار. نعم. عقد شراكات مع مؤسسات، لان احنا عايزين مشروع يبقى فعلا، انا مش عايزه اكون انا على طول هو ياسمين يوسف هي المسؤوله عن سلام، لا انا عايزه ان يكون في سفراء في كل الدول. رائع. مؤسسات هي اللي تتبنى المشروع، ويبقى في مدربين داخل هذه المؤسسات. فالحقيقه كان في خطه طموحه ان يكون في شراكات مع مؤسسات تربويه وتعليميه ووقفيه وغيره، نقدر نعمل دورات حضوريه اكتر وهكذا. فطبعا مع الكورونا تبخر هذا التخطيط، وده شيء ما فيهوش مشكله، لان احنا قدرنا نعمل دورات الكترونيه. ايوه، معززين نوصل لناس اكتر. حلو. في بلاد اكتر، وعملنا دورات بالعربي وبالانجليزي. نعم. لكن في النهايه طبعا اكيد في تحدي، ومش هو ده، مش ده طموحي للمشروع ابدا. يعني انا طموحي فعلا لسلام ان هو كل الناس تتبناه، مؤسسات ومراكز تدريبيه ومدربين على المستوى الفردي والمجتمعي. بالظبط، وان هو يكون الناس فعلا لو عرفته كويس، وخصوصا المحتوى الجديد اللي ان شاء الله هيصدر قريبا، منهجية القيم وكده، أي بني آدم، أي واحد مدرب، مدرس، داعية حتى، يستفيد منه، ممكن ياخد من المنهجية دي ويبني هو كمان أكتر بكتير. رائع. فالخطة كبيرة إن شاء الله، ونتمنى الناس كلها تدعم الفكرة بإذن الله تعالى. أكيد أنا إن شاء الله شايفة مشروع سلام منتشر بكل أصقاع الأرض، وإن شاء الله رح يصير هذا الكلام بإذن الله تعالى. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة ياسمين يوسف، مؤسسة ومطورة المحتوى لمشروع سلام، وأكيد مديرة المحتوى، وأيضا باحثة ومدربة. شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات، وبنتمنى مثل ما قلت الانتشار الأكبر لمشروع سلام، لأنه بالفعل شعرنا بالسلام في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لجمهوركم. ألف شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك متابعينا. هي كانت فقرتنا المميزة بالفعل مع الأستاذة ياسمين يوسف ومشروع سلام المميز. نتمنى له مزيد من التوفيق والانتشار بإذن الله تعالى. أما هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني قصير، ومنرجع بعده لنتابع بفقراتنا. خليكم معنا.